يهوديا، ولكن بإضافة المقدمة يتضح أنه يتناسب مع العالم اليهودي، ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي بعد ذلك. ليش؟ لجذب مزيد من القراء، لأنه هي أفكار وثنية، فكرة اللوغوس فكرة وثنية. المقدمة هي جابوها من فيلون اليهودي اللي جابها من الوثنيين باعتراف عدد كبير من المصادر المسيحية. فلحتى يجذبوا الوثنيين لهذا الدين حرفوا الكتاب المقدس وأدخلوا عليه الأفكار. كذلك الإصحاح الأخير اللي هو يوحنا 21 ربما أضيف بعد انتهاء الكتابة كما يتضح من الآيات الأخيرة في يوحنا 20:30-31. تعال نفتح هدول ونشوف شو هم. هي عم بيقول لك افتح يوحنا 20. ليش؟ تعال نشوف ليش. لأنه بيوحنا 20 الغريب أنه كاتب الإنجيل نهى الإنجيل هون، بيقول لك وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. عم بختم، عم بيسكر خلاص. وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. انتهى. وفجأة منلاقي إصحاح إجا بعده بعد ما ختم البابا تواضروس، بيقول لك هذا أضيف لاحقا، كتاب محرف باعتراف الآباء بالكتب الأكاديمية اللي بيدرسوها بينهم بين بعض بالكليات اللاهوتية. شايفين يا جماعة؟ طيب شوف يا أستاذ، طلع معي. يا أستاذ شو كنت أورجيك ونسيت. طلع اسمع شوف لي ده، شوف لي العبارة هاي. يعني هلأ نحن هذا آخر كلام يسوع، إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هذا آخر كلام يسوع، قال له أنت كذاب. يسوع بيقول لك أنا عندي إله، فكيف هو بده يكون إله المتجسد إذا هو عنده إله؟ كيف؟ مش منطق الكلام ده، مش منطق. يسوع لا قال لك أنا عندي، لا قال لك أنا الله متجسد، ولا أنا الله، ولا أنا أقنوم، ولا كل الكلام ده، وقال لك أنا عندي إله، أكذبه؟ وقال لك أنا رسول، وقال لك أنا إنسان، وقال لك الآب أعظم مني. لا، أنت بتقول لا، هو أنت كذاب، أنت مساوي للآب، وأنت أقنوم، وأنت عندك نفس الصفات، وأنت أزلي، وأنت مش عارف إيه، بتكذب يسوع أنت. بتعرف ليش فصل؟ أحكي لك ليش فصل يا أستاذ. لأنه يا صديقي ما خلالك حجة تتعلق فيها، لأنه لو كان قال إلهنا، شو كنت أنت كمسيح شو كنت قلت؟ أنت قلت هو قصده المجموعة اللي واقفة معاه، ما قصده هو مستثنى، ولكن هو قال لك إلهي لحتى ما يكون لك أي حجة، أكد على الموضوع، أكد وحسم إلهي عشان ما تفتحش تمك. وصلت الفكرة؟ وهو طبعا اكيد افضل من التلاميذ، يعني اذا بدك معناها انه افضل، نعم هو افضل من التلاميذ، هو رسول، ولكن عنده اله لا يمكن يكون الله المسيح. عباره صريحه هي، ما فيني اكذبه انا، ما في. طيب خليك معي، بدي يا استاذ اثبت لك انه الحل الخلاص والذهاب الى الجنه او الفردوس كما بتسموه موجود في العهد القديم وليس له أي علاقة بالصلب. رح أثبت لك أن المسيح ما انصلب. لو يا أستاذ هارون أثبت لك الكلام ده، شو حيكون موقفك؟ خبرني.
هل ذكرت لك ليش؟ هلا خلصت حكي ليش؟ انت عامل لك ميوت صراحه لانه انت وجعت لي راسي. بنحكي ما بسمع بس يشتت. رجع بث ثاني. هلا استاذ هارون عم بحكي معنا. صار لي ساعه عم بشرح ليش؟ بالاخر بيقول لي ليش؟ شو يا استاذ هارون؟ شو حيكون موقفك يا استاذ اذا اثبتت لك انه الحل للخلاص هو نفس الحل الاسلامي وموجود في العهد القديم وكمان المسيح اكد عليه؟ مش من كلام بولس، ورح اثبت لك انه كلام بولس تدليس بالدليل الواضح. بولس لما قال لك بلا دم لا تحدث مغفرة هذا كذب، رح اثبت لك بالدليل، رح اوريك طرق كثيرة للمغفرة بدون دم. أهلا وسهلا، شو رأيك؟ يا جماعة شيروا البث، نبدأ بموضوع الصلب. هل يا أستاذ هارون، يا أستاذ يا صديقي، أنت شو المسيح قال لك؟ قال لك من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. بولس هذا شو قصته؟ أنت تذكر شو قصته. بولس هذا شخص كان حاقد على المسيح، بكره المسيح، بروحه يسطو على الكنائس، بنها بالكنائس بولس، وبيقتل وبتضهد تلاميذ المسيح، شخص يعني مش منيح. فشو فشل بتدمير رسالة المسيح؟ كان بده يدمر الرسالة، ما قدر. فشو يعمل؟ هل يتوقف؟ مصر على هدفه أنه يدمر رسالة المسيح، مصر. فشو عمل؟ قال أنا بدي أكذب على الناس، بدي أروح أخذ تلاميذ المسيح أضطهدهم وبقلهم أنه على طريق دمشق طلع لي يسوع، ما حدا شاف ولا حدا سمع، طلع لي يسوع وهو اللي بعتني وأنا بحبه وبموت فيه، وراح أهدم كل العقائد من جوا والناس عم تضحك وتلعب. فشل.